اجواء قبل نهائي دوري الابطال او يعني المباراه النهائيه. وساعتها هنا بقى بتكتمل المشاهد المميزه اللي كان ليها دور حاسم في تحقيق هذا الانجاز. والبدايه هنشوفها مع محمد هاني. معلش اعذروني، المشهد ده انا اقدر اتكلم عنه كويس جدا لانه حصل وبنفس، معرفش ليه الباكات اليمين دايما هم اللي بيعملوا هذا الامر، ولكن محمد هاني واحد من كباتن الفرقه او كابتن الفريق فاتكلم في هذا الامر. عندنا كواليس كتيره جدا ممكن نحكي عليها، كتيره جدا، ونتكلم عنها بدايه من مباراه سان داونز، بس انا حابب اتكلم في الرتوش الاخيره اللي حضراتكم شفتوها دي او اللي حصلت خلال مباراه الوداد. كلام محمد هاني دي كانت بعد المباراة الأولى و2-1 وفوز النادي الأهلي بهدفين مقابل هدف. حضراتكم شايفين ثقافة أبناء النادي الأهلي؟ شايفين روح الفانيلا الحمراء؟ ممكن جدا واحد يطلع يقول الكلام ده مش مهم ومش مؤثر، أقسم بالله هذا الكلام له تأثير كبير جدا جدا. شكرني أنا أبو تريكة، عماد النحاس على ما اتذكر، بركات او جمعه مش فاكر، مانويل جوزيه قال احنا هنكسب بالكلام اللي قاله فلان وفلان وفلان وفلان، بنفس اللي اتكلمنا بنفس الطريقه دي. انا عشت الاجواء دي وشفتها. عارفين يعني واحد في ظل الزعل والحزن يطلع، مع ان انا ما اعرفش كانوا زعلانين، لكن ماشي، يطلع ويطلب من كل اللاعبين ان هم يقفلوا ملف المباراه دي ويركزوا في اللي جاي، وان الاهلي قادر على تحقيق الفوز على الوداد في المغرب في مركب محمد الخامس. هاني بيقول لهم احنا ما خسرناش، وبيني وبينكم احنا عندنا لعيبه رجاله تسمع الكلام وعارفين، او بلاش بيسمعوا الكلام، بيقيموا الكلام صح. كان لازم ان في حد يفوق اللعيبه ويقول لهم ده وقت النقف، الاسبوع ده نقف مع بعض. القائد محمد هاني اللي اتربى جوه النادي الاهلي وعارف طبيعه النادي الاهلي. بصراحه هاني في الفتره الاخيره، انا كل الناس كانت بتتكلم عن علي معلول، انا كنت سايب الوقت ان انا اتكلم فيه عن محمد هاني اللي يستحق مننا كاهلاويه كل التحيه وكل التقدير. بيقدم مستويات اكثر من رائعه على جميع المستويات، سواء فني او قيادي جوه الملعب، فهو واحد من كباتن الفريق ولهم دور مهم جدا جدا مع الفرقة.